أيوة من خصال الفطرة تقليم الأظفار، وفي بعضها قص الأظافر. الأظافر شيء ميت يخرج من أجزاء البدن، وجعل الله جل وعلا على أطراف الأنامل، أنامل اليدين والرجلين، هذه الأظفار زينة، وليكون فيها قوة اتكاء لأخذ الشيء. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في بعض كتبه وهو يعدد حكمة خلق الإنسان، وكان مما تكلم عليه أن جعل في أطراف الأصابع أظفار، هذه الأظفار تحدث قوة للقط الشيء وأخذه. فلو كان أطراف الأظافر كتلة لحمية ما استطاع أن يأخذ إبرة ولا شيء، لأن اللحم ينعطف. فكان الاتكاء بهذه القوة الموجودة في أطراف الأصابع عن طريق الأظفار زينة، وهذه الأظفار لا تبقى على ما هي عليه بل تطول بين حين وآخر. فسبحان من خلق كل شيء وجعل له حكمة، ولم يخلق ذلك عبثا ولم يجعله هملا. إذن لا حكمة في خلقها في أنها تطول لمصالح، إذ لو بقيت على ما هي عليه لأوشكت أن تتكسر لكثرة الأعمال. فإذا دقت أو تكسرت الأظفار طالت وخرج الشيء الميت وجاء بدله حي نقي، فلا إله إلا الله. إلا أنها قد تطول وفي إطالتها مخالفة للفطرة، فناسب أن توافق الفطرة عند الرجال والنساء والشباب والشابات والصغار أن يعتنوا بما يوافق الفطرة، وهو تقليم الأظفار، أظافر اليدين والرجلين. وإنك لتعجب إذ ترى أناسا يشابهون بعض المخلوقات بأظافرهم الطويلة، فمنهم من يبقي بعض أظفاره لقص القات، فيجعل الإبهام وما حولها لقص هذا العشب أو غير، ومنهم من يطيل أظفار الأصابع الصغيرة وهو الخنصر يطيلها. ما المراد وما الحكمة من هذه الإطالة؟ ما هو إلا عبث؟ فلربما قلمت الأظفار وبقيت أظفار اليدين للأصابع الصغرى، منهم من يجعله زينة، ومنهم من يجعله أداة لمقاصد غريبة، ومنهم من يجعله تشبها بالأعداء، ومنهم من يجعله سيما من سيما من لا خلق له ولا أدب له ولا هدي له، بل يكاد أن يكون هدي من لم يلتزم بالآداب الشرعية من الميوعة والليونة وغير ذلك. والسنة أن تقلم أظفار اليدين والرجلين كلها، فلا يبقي ظفر لعلة ما، لقوله يحك أذنيه أو يحك بعض المواطن، إن هذا التشبه بهذه الأظفار بقص بعضها وترك بعضها فيه ظلم للأعضاء، إذ من السنة أن تعدل بين أعضائك. فلو كان الرجل عنده أعضاء لزمه أن يعدل بينها في قصها. ومنهم من يقلم أظفاره على شكل دبابيس فيقص الظفر من طرفه الأيمن ويقصه من طرفه الأيسر، ويبقي رؤوس الأظافر كالمسامير. لماذا هذا التشبه بالحيوانات؟ السنة للرجال والنساء أن يقلموا الأظفار، وقد انتشر إطالة الأظفار بين النساء تشبها بالغربيات والكافرات ومن لا خلق لهن ممن أبغضهن الله جل وعلا من ممثلات أو مغنيات أو متبرجات أو سافرات أو غير ذلك من النساء اللواتي لا دين لهن، من اللواتي لا يتقيدن بآداب الإسلام، فتصبح المرأة المسلمة تطيل أظفارها لتكون جميلة في نظرها. فما قيمة الأظفار إذا كانت طويلة كالدبابيس، وأصبحت المرأة تتشبه بالكافرات وتتشبه بالحيوانات؟ ولربما استخدمت بعض النساء آلات تصغر الأظفار ويركب على الأظفار أظفار صناعية ليطول الظفر على هيئة معينة. إذن السنة تقليم الأظفار
كل 10 أيام أو نصف شهر أو 20 يوما. قال أنس رضي الله عنه: وقتلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قص الشارب وتقريم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يزيد على 40 يوما. هذا أقصى مدة، وإلا إذا دعت الحاجة أن يقلم أظفاره أو يقص شاربه أو ينتف إبطه أو يحلق عانته بعد مضي 10 أيام أو نصف شهر لا مانع، إنما المراد ألا يتجاوز تلك المدة. وعلى هذا من تفقد وجد أن الناس مخالفين في هذه السنة، وإن كانت في نظر الناس قشورا أو في نظر بعض الناس، ولربما قال قائل: ليتك تكلمت على الدماء أو على السحر أو على الفتن، أقول ليتك حضرت معنا الخطب فيما مضى لعرفت أنه قد تم الكلام على التوحيد وعلى الدماء. ما من كبيرة من الكبائر إلا تم طرقها وذكرها. أفإن كان في مضي 4 سنين أو 5 سنين نتحدث عن أمور فطرة الناس ملابسون لها يترتب عليها أسقام، تهوك المتهوك بقوله، ولكن عذرا لمن لا شأن له، يعذر على قوله ولعله أراد الأصلح وما علم أن الأصلح أن يتم الحديث في كل موطن بما يناسبه. فعلى هذا تقليم الأظفار المراد به إزالة الأظفار الزائدة عن اللحم لتبقى هيئة المسلم هيئة نقية، وأن نترك التشبه بالأعداء، فإن في تقليم الأظفار موافقة السنة، وإن في عدم تقليمها وإبقائها مفاسد، منها أن إطالة الأظفار يسبب تراكم الأوساخ والأثيمة تحت الأظفار فتسود فتتغير هيئة هذا الإنسان. فإذا أكل طعاما من عصيد أو مادة سائلة فإنه يدخل إلى جوفه الأقدار والأوساخ، ولربما تقدر الناس حين يأكلون معه فيرون أظفاره وتحتها الأوساخ ويخمش يديه خمش المخلوقات ويبتلع تلك الأشياء إلى جوفه، يتقدر الناس من هيئته وما هو عليه، فإن رأوه نقيا مهذبا توجهت النفوس إلى حبه وتقديره، وإن رأوا الأظفار طويلة تقدروا للأكل معه وسبب لنفسه أمراضا وأسقاما في جوفه بدخول الأوساخ النتنة إلى باطنه من تحت الأظفار. ومنها أن في إطالة الأظفار تشبها بأعداء الله من الرجال والنساء وتشبها بالمجانين، فإن المجانين على القمائم وفي الأزقة والطرقات ترون شواربهم طويلة وأظفارهم وسخة، فإذا جاء المجنون إلى إنسان مد أظافره فينبعث بالجسد قشعريرة قشعريرة بسبب هذا المنظر والأوساخ، فمن يحب أن يتشبه بالمجانين وهو عاقل؟ وكذلك التشبه ببعض الحيوانات، إذن الهرر والكلاب لها أظفار طويلة فإطالتها تشبه بتلك المخلوقات، ولربما عوقب الإنسان بأظفاره، إذا طالت أظفاره ربما حمل شيئا أو أخذ شيئا جرح وجهه أو جرح بدنه بنفسه، ولربما جرح أولاده أو جرح أهله أو جرح إنسانا بسبب أظفاره. هذا من جملة المخالفات التي تترتب على عدم العمل بالسنة. وانظروا، كما أنك يستحب لك تقليمها إذا كنت حاجا أو معتمرا منعت من تقليم أظفاره، لكن لفترة مؤقتة، لفترة مؤقتة، فتعبدنا الله في أوقات بإطالتها وإبقائها لمراده سبحانه، وعلى الدوام أراد منك أن تكون نقيا وطيبا. وهنا لو مات ميت وأظفاره طويلة وشاربه طويل وإبطه طويل وعانته طويلة، فالنصيحة أن يترك على ما هو عليه، وأن لا يكلف الناس قص أظفاره ولا قص شاربه ولا نتف إبطه ولا كشف عورته لحلق عانته، ذاك ليس من السنة، وهو المتحمل يلقى الله على ذلك الحال. فلو تعاهد نفسه كل أسبوع أو نصف شهر ينظر إلى شاربه إذا طال على أطراف شفته أخذه وإلى أظفاره. إذن العمل بالسنة فيه حسن خاتمة، والعمل بالسنة فيه صحة للأبدان، والعمل بالسنة
فيه حب النفوس للأشياء الجميلة من قبل من هم على نقاء وصفاء، لا أعني بالجميلة، تتبع المحرمات، فلا مجال للمتهوكين في ذلك. إذن من جملة خصال الفطرة تقليم الأظفار وعدم إطالتها، لا لشيب ولا لشاب. ثم ينصح من كان عنده أب أو أخ مريض فإن أظفاره تطول فتفقد الشيوبة وتفقد النساء العاجزات، فإنه تطول أظفارهن لعدم الاهتمام من قبلهم ومن قبل أبنائهم، فليتفقد الشباب الشيب ولتتفقد الشابات العجائز لإطالة الأظفار. ويلتحق بهذا قص أظفار الرجلين، فإنك إذا كنت راكعا نظرت إلى أقدام أناس ترى الأظفار طويلة، ما بالك يا مسلم شق عليك دقائق أن تقلم أظفار قدميك، ولربما ابتلي ببلاء دق رجله وكسر ظفره وبقي يتألم بسبب إطالة الظفر. وهكذا ينبغي للأمهات أن يتفقدن أظافر الأطفال، فإن الأطفال الذكور والإناث تنمو أظافرهم سريعا، تنمو سريعا، وعادة الأطفال أن يضعوا أصابعهم في أفواههم، يضعون أصابعهم في أفواههم، فإذا كانت الأظفار طويلة جرح المولود الصغير وجهه ولربما وضع يده في فمه، فترتب على ذلك الإسهال والبلاء على ظهر الزوج. عند الولد إسهال، عنده كذا، والحق أن المرأة قصرت في تقليم أظفاره أو أظفار ابنتها، فتتعاهد النساء كل أسبوع أطفالها من الذكور والإناث في تقليم الأظفار، وتتعاهد نفسها وزوجها وأولادها، فذلكم من خصال الفطرة الموافقة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم.